السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تكونوا كم بخير بصحة جيدة يا رب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جيت عندكم فيديو جديد إن شاء الله هذا الفيديو متلقاكم كامل بخير وعافية شوفوا البنات هنا هاد كان كنا في الدار ما كنتش دايما في الدار بصح درت شويه تيلي في الدار هاد السمانه بما انه وليدي كان مريض دومونديت ندير يومين في الدار وكان مسكين ماكلة ما شرب بوندون واحد ثلاث ايام هكذا ما ياكل ما يشرب وصبح بكري كي نطق لي حبيت ناكل هاد لي قلت له عالعين العين والراس رحت درتهم كانت هنا 8 تاع الصباح وانا نوجد فيهم ونحطهم بما اني ميم قاعده في الدار بصح خدامه قلت نوجدهم نحيهم باش نبدا الخدمه هذا وبالنسبه للوصفه البنات انا هنا ما درت في هذا الفيديو لكن حنخلي لكم الوصفه في رابط في الرابط تحت في صندوق الوصف بما اني شاركتها معكم خديجة على القناه وهذه الوصفه تجي بزاف بزاف هايله وخفيفه ان شاء الله تسيوها كما قلت لكم وشاهدكم في الجنه حبيبات قلبي شفتوا البنات واش ما نديروش على ولادها لو كان انا تشاهدها بلاك ما نروحش نديرها بصح كي ولادنا ربي يحفظهم لنا ان شاء الله يحفظ كامل أولاد المسلمين يا رب العالمين واليوم حبيت ندير قجر تاع التوابل عندي عشرين عفسة تدار في الكوزينة كل يوم ندير عفسة عفسة اخترت نشارك معكم أشياء خطرات نقول معليش ليسونسيال نشارك معكم هكا أشياء بالك نسيتوها وبلك مازال ما درتوهاش ونديركم هكا فيديوهات تاع الحماس وانتم تاني تنوضوا شغلاتكم شغالاتكم أول حاجة ندرتها نحيت كامل لي عندي درتهم هكا في ليساك نعاودوا بعد نرجعهم هنا في 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 لي بواط انفا نغسلهم وكامل ينشفو نعاود نرجعهم هنا وباش ما ننساش واش هما لي زيبيس يعني نعرفهم بصح هكا سيغ ما نغلطش نكتب على لي ساك هذوك وشنو هما ونخليهم هكا ونروح نغسل كامل هاد هاد البلارات إن فوا ينشفو نعاودو نديرو كامل لي زي زيبيس من الداخل و تاني ننقي كامل القجر هذاك تاع لي كيما تعرفو كي توسخو حالة يوليو حالة واجب و هنا كنت نوريلكم هذه طاحت لي تكسرت لي دوكو اليوم يكون عندي عشرة دوك قعدولي لي غير تسعة والبركة فيهم بركة وهذا ما كان كاش نهار قلت نعاود نشري واحد اخرين مازال ما سحقيتهمش اون فيت قلت هادو يكفيوني و وهنا كيما تشوفوا درتهم في في لافيسيل تاعي دوك حتى تعمر لي الماشينه نعاود نشعلهم ونغسلهم وانا كيما راناش كامل في الدار توت لا جورني ما تعمرليش تو سويت الماشينه قلت ليش ما مانيش مزروبه عندهم نخليهم حتى يتغسلون نعمرهم غدوه من داك هذاك واش درت فاصون انا دوك شديت هذاك القجر وندير لي زيبيس درت له نحيت كامل هذوك اللي يطيحوا في الارض ولي زيبيس اللي قادرين يطيحوا هنا في القجر نمسحو نمسحو ونخليه ينشف مليح مليح قبل ما نرجع اي حاجه من الداخل و بيان لي زيبيس ما كانش عندي غير هذوك هذوك الاخرين ما كانوش داخل لي بواط ما نحيتهمش من لي تاعهم اللي شريتهم مسحتهم برك عاود رجعتهم في السله تاعهم وخلاص أنا بعد ما نقيت كلش غسلت كلش دوك انا هنا نجي نعمرهم وبما ان كان راجلي راح للدزاير هاد ليامات اللي فاتو وصيتو يجيبلي شويه لي زيبيس قلت ما تجيبليش حاجه كبيره جيب لي غير شويه قسمه نستعمل هاد ليامات تاع رمضان برك وبعد ان شاء الله انا تاني راني رايحه للدزاير ان شاء الله ونعاود نجيب هاك نحب لي زيبيس يكونوا جدد ومرحيين جدد فوالا راح واحد المغازان في البياج بونسي سمو ايبيسيا شرالي من تم انا ما نعرفوش قالولو مليح راح شرح <hesitation> شرا تما وفينالمو سي فري كي تحلي لي ساك تاع لي زيبيس تشميه ريحة لي زيبيس ما شاء الله، فوالا شرا لي هنا شوية فلفل وشرا كامل واش نسحق أنا ما نسحقش بزاف عفايس و صحيح كان عندي بزاف لي زيبيس في الدار، شريت برك واش نسحق و خلاص دوك نعمرهم هكا ونرجع كل حاجة لبلاصتها الى لحقتو هنا البنات نقول لكم يعطيكم الصحه المشاهده واللي مازال ما دارتش جام دير لي جام هكا طلع الفيديو دير لي كومنتار لي يشجعني ويحفزني وهكا كما يقولوا باش تكبل العائله تاعنا وهاد لا فيديو تبان للناس واحد اخرين باش يشوفوها ان شاء الله نقول لكم يعطيكم الصحه وبالنسبة للبنات اللي مازال ما نضوش لشغالاتهم مازال ما نقاوش مازال ما ما داروش الميناج تاع رمضان نقول لكم مازال حل راهي هذا هو الوقت المناسب الواحد يدور على الدار نهار يومين ينحي كامل شغالاته وان شاء الله تجوزوا كامل رمضان بالصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين المهم كل هذا الشيء هو انك نحفزوا بعضنا لا الوحده اللي ما قدرتش ولا خدامه ولا مريضه ربي يحسن عونها ان شاء الله وطنو شغلاتها كما هي كما كامل نسا شويه شويه حتى نكملو كامل شغلاتنا شوفي الوحده تقدر تقعد في الدار ويكون عندها تربيه ما يكونش عندها الوقت وحده خدامه خد ما يكونش عندها الوقت وكل وحده وظروفها ربي يعين كل وحده ان شاء الله على بالنا كامل بصح هاد الاجواء تاع رمضان حنا نخلقوهم ونحب هاد الاجواء ربي كيما يقولوا يعيشنا رمضان وربي اللي ماتوا قبل رمضان ونواو يصوموه نقولو ربي يرحمهم ان شاء الله ونتفكروهم غير بالدعاء وبالصدقه ان شاء الله ما تنساوهمش وهنا الشكاره الاسطوريه تاع الحليب اللي درنا فيها فلفل حار اللي خدموه الحراير في الدار هذا كان يبعثوه ناس البلاد العجوزتي الله يرحمها وهي بيان سور كي بعثو لها هي تمدلي هكا تخبي الساك ليها وتمد لي الساك ليا وربي يرحمها ان شاء الله هادو دوك راني نريكيبيريهم انا نديرهم برك في الكونجيلاتور يقعدوا لي جدد كي تقولي اليوم اللي جبتهم ها نحطهم في الكونجيلاتور ما يفسدوا ما يخسروا ما والو كي تحليهم حتى تعطسي من قوه لي زيبيس اللي راهم فيهم نعمرها هكذا شاك فن عاود نرجعها للكونجيلاتور وجاب لي تاني هاد الربيطه تاع الروند ريحتها غير تحلي الساك تعبق الدار بزاف بزاف هايله فوالا نعملهم كامل هكذايا ونديرهم في القجر ان شاء الله هكا كي تهنيت خاصة القجر تاع لي زيبيس كي يكون موسع ماشي منظم تجيك الاكتئاب كي تدخلي الكوزينة على بالنا كي نطيبو بالخف وكلش دي فوا ننساوه دي فوا نطيبو نقولو بعد نمسحوه وكلش ويقعد هكذا كي توسخ بصح و... فوا تنقيه كل حاجه تجيك حلوه في الكوزينه فوالا دوك كي نقيت كامل هذيك السله اللي غسلتها نقيتها رجعت كامل هذوك لي زيبيس من الداخل وهذو ستفتهم غير هكذا وليت نحيتهم من البوتاجي كنت حطيتهم الفوق عاود نحيتهم وهذوك لي زيبيس الاخرين كيما شفتوا راني درتهم هنايا في هاد لي بواط الصغار تاع بيسك لخرين الاخرين ما كفاونيش بصح معليش لي سونسييل يتخباو كامل وكتبت لهم واشنو هما كامل وهذوك لي بواط فيت خليتهم هكا وفيت كاش ما نسحق كاش خطره واحد اخرى نعمرهم وخلاص يا محلا قال كان يبقى فوالا اما لي زيبيس هذا ما منحيتهمش بس يجيو هكا صغار في لي تاعهم شابين ما ما يقلقونيش نخليهم هكذا هما الاعشاب هما اللي ما نستعملوهمش كل يوم كوا خليتهم برك هكذا وخلاص وثاني في لا جورني باسكو هاد لي زيبيس عمرتهم غدوه من داك كي كان عندي الوقت نروح لبوشي شريت لحم و انا قلت هاكا نوجد وجد رمضان ثاني آه بما انه لقيت دي بروموسيون على الحمو الدجاج شريت بكميه شويه كبيره قلت هاكا في رمضان كامل يكفيني القشة تاع رمضان يكفيني خاصه أن انا في الدار نستعملو بزاف هاكا صدر تاع الدجاج ولا فيون داشي اما اللحم واحدة اخر ما نستعملوهش بزاف باسكو ما كاش ولادي ياكلوه بصح راجلي ما يحبش كامل اللحم الاخر قلت آه في السمانه نعاود نروح نشري برك شويه لحيمات هكا نقدر نطيب بها شوربه ولا حاجه وحده اخرى هكذا ماشي حاجه كبيره بصح هنا لا فيون داشي لقيت دي بروموسيون قلت لكم 3 كيلو بينقصوا لك في السومه ماشي 3 كيلو ديراكتومون وجات ثاني لقيتهم دي بروموسيون كيتشري بزوج ثلاثة كيلو وينقصوا لك شويه في السومه سي بور سا جبت الكميه ها كانت هنا اون فوا بور توت وليسونسييل كي نروح نحب نطيب نحي الحم على باش يذوب لي وهاك نديرو واش نطيبو خاصه انه في رمضان لا بليبار دو طون حنا على بالنا واش نطيبو غدوه من داك سي بور سا ساهل نديرو بروغرام واش نطيبو نحيوه يذوب غدوه من داك الطيبات تلقاه واجد بالنسبه ليا هادو هما التحضيرات اللي نديرهم انا في رمضان هي نشري الحم نسقمو في بلاستو نشمخ لحميصة و بيان سور نقي الدار وكلش اما اني راح نحضر البصل ولا الخضروات ولا التشينه ولا فيسادو. انا ما نديرهمش ابرا كل واحد وقناتو انا ما نديرش كامل هذا الشيء بيسك في رمضان ديجا على بالي كيفاش ناكلو ما ناكلوش حاجه كبيره ابا هاكا شوربه بريك وشويه سلطه وسلطه عندي. فوالا هذا كملت كامل الكوزينه تاعي السقم نتاع غسلتها وباش نقول لكم هنا كانت 12 تاع الليل كي طفيت الضو رحت باش نريح فوالا هاكا اوبليجي علينا نديرو كامل هذا الشيء باش نلقاو رواحنا ونكونوا منظمين في حياتنا وقلكم يا مزين نلقى لو يبقى ولا هنا نقول لكم لحقنا اخر الفيديو ان شاء الله الفيديو تاع اليوم حبساتكم نشطاتكم وتنوضوا كامل ديروا شغلاتكم ونقول لكم تهلاو في رواحكم تهلاو في احبابكم ما تنساونيش و كومونتير نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله مع السلامه